تشوفه وصل للصفر ولا ما وصلش للصفر. واضح؟ اذا كان ما وصلش للصفر تجمب، اذا كان وصل للصفر ما تجمبش، ما تعملش جمب. واضح؟ يبقى دي انستراكشن واحده لكنها ايه، مكونه من كذا حاجه. فقلنا اهو لوب يعني معناها نقص سي اكس، يبقى كانها انستراكشن ديكريمنت سي اكس، ادي واحده. وبعدين تيست سي اكس، تيست ايه سي اكس، يعني هل سي اكس وصل للصفر ولا لا، ما دي انستراكشن تاني، صح ولا لا؟ طيب لسه ما وصلش للصفر، خلاص يبقى حجم. طب وصل للصفر مش حجم، واضح؟ يبقى بعد التست كمان يا حجم، يبقى انستراكشن ثالثه، يا مش حجم يبقى مش هعمل غير انستراكشن. فدي علشان كده سموه ايه، كومبلكس انستراكشن سيت، يعني الانستراكشن نفسها كتير قوي، زي ما قلنا 80 86، يصل عدد الانستراكشن لحوالي 10000 انستراكشن، حوالي 10000 ايه انستراكشن. خلاص طبعا اللي هم مميزين عن بعض، يعني مش مجرد الاسم، يعني مثلا ما تقول اد بس دي كده مش عددهم 10000، لكن لما تقول اد مره اي اكس ومره بي اكس، مره اي اكس وسي اكس، مره اي اكس ودي اكس، مره اي اكس واس بي، وهكذا، لما تحط كل الديفرنت بارامترز بتاعتها يكتروا يوصلوا ل 10000. لكن لو خدت الاسم بتاع الانستراكشن بس، لا العدد 50 او 40 حاجه كده، مفهوم؟ مش كتير يعني، واضح؟ فده النظام اللي هو الكومبلكس انستراكشن. فالكومبلكس انستراكشن ده بقى الانستراكشن، خد بالك بقى، هي زي ما قلت لك كده، هنا تعتبر ايه؟ الانستراكشن نفسها كومبلكس، الانستراكشن نفسها كتيره، الديكودنج بتاع الانستراكشن نفسه كبير، الانستراكشن بتاعته بتاخد اكتر من كلوك، ده الطبيعي يعني، ده مش بس ممكن تلاقيها زي ما هنبدا نشوف بعد كده بتاخد مثلا 3 كلوك في 80 86، اقل انستراكشن تاخد 3 كلوك، بعضهم لو كانت كومبلكس تاخد اكتر من كده. واضح؟ يعني كان الانستراكشن نفسها ايه؟ بتبقى الاكسكيوشن تايم بتاعها فاريبل، فاريبل كتير، ما يقلش عن 3، واضح؟ وممكن يزيد عن كده بكتير، ممكن 12 ولا 13 حسب ايه هي بتتعامل مع مين. واضح؟ ده اللي هو النظام الثاني اللي احنا سميناه ايه؟ سميناه ايه كمان؟ سيسك، سيسك كومبلكس انستراكشن سيت كمبيوتر. خلاص؟ وده زي ما قلنا كومبلكس بسبب الانستراكشن كتيره، ها الانستراكشن نفسها كومبلكس، خلاص الاكسكيوشن تايم بتاعها اكتر من كلوك كتير، واضح؟ علشان كده تعتبر ايه؟ كومبلكس. خلاص؟ لكن ما زي ما قلنا في الغالب تو ادرس، تو ادرسيز او ادرس وميموري، تو ادرسيز او ادرس وايه وميموري، اتفهمت دي؟ مين؟ ايوه هو ده الكلام ده كله، هو ده ما انا قلت، ده التالت، ده هو النظام اللي اسمه سيسك. واضح يا جماعه؟ طيب تعالوا نبص بقى، احنا قلنا ده اسمه ايه؟ سيسك. طيب هو احنا يعني عملناه وسميناه سيسك كده؟ لا ما حصلش كده، ده التطور هو زي ما بقول لكم كده، تطور جه ده الاول، بعد منه جه ده، بعد منه جه ده، جم ناس بعد كده قال لك ايه، ما كانش في ساعتها حاجه اسمها سيسك. واضح؟ ما كانش في حاجه اسمها سيسك، بس هو ده زي ما قلت النظام الثالث كان بالشكل ده، واضح؟ علشان كتر شويه ريجسترز وقال ايه، وقال بالريجستر دي هعمل البروسيسورز اللي هي الجديده اللي هي زي 80 86 وتوبه. جم ناس بقى بصوا للاركتكشر ده، قالوا الاركتكشر ده كومبلكس، ما تيجي نبسطه شويه، نبسطه شويه عشان يبقى ايه، هو تصور كده، تصور انه لما يبسطه الاكسكيوشن تايم بتاع البروجرام، مش بتاع الانستراكشن، بتاع البروجرام ممكن يبقى ايه اقل، يعني نفس البروجرام بتاع ده ونفس البروجرام بتاع ده، يبقى هنا انا عاوز اعمل برنامج يبقى اسرع من النظام بتاع السيسك ده. طيب علشان تخلي البروجرام بتاعتك سريعه يا عم، اسرع من ده، هتعمل ايه؟ قال مش هعمل حاجه اسمها الانستراكشن تبقى كومبلكس، هبسط الانستراكشن. قال هبسط الايه؟ الانستراكشن. طب هتبسطها ازاي يا عم؟ قال تعالوا نشوف هنا هي دي مالها، ليه سميناها ده؟ أو يعني طبعا هو لما قال هعمل حاجه انستراكشن بسيطه، فاضطر انه يسمي ده بقى ايه؟ كومبلكس انستراكشن. فهمت؟ من هنا الاسم جه نتيجه ان طلع ناس تانيين عاوزين يطلعوا
كلاس ابسط، واضح؟ والا كان قبل كده ما كانش فيه الاسم ده. فطيب انت عاوز تعمل ايه ابسط؟ قال لك هبسط كل اللي موجود هنا. هنا الانستراكشنز كتيره، لا هقلل العدد الانستراكشن. خلاص ادي واحد، يبقى قلل عدد الانستراكشن، ادي واحد. الحاجه الثانيه الانستراكشن هنا كومبلكس، لا هبسط الايه؟ الانستراكشن، يعني مش عاوز انستراكشن كتيره كومبلكس. خلاص؟ يبقى هبسط نفس نوعيه الانستراكشن نفسها. وعلشان من ضمن التبسيط اهي بص كده التعامل مع الميموري، لو هتكون اتقطع تاني اتخلع تاني. التعامل مع الميموري زي ما انت شايف كده ادى الى ان الانستراكشن ده اهي وان كانت واحده لكن في الحقيقه مالها؟ ها؟ متكونه من كذا انستراكشن، صح؟ قال لك خلاص انا هنا هأيد الشغل مع الـ ALU. غير مسموح بالتعامل مع الـ ALU عن طريق الميموري. لازم جميع اطراف الـ ALU تكون مين؟ ريجستر بس. فده تقدر تقول اهم تبسيط للايه؟ للنظام الاخير الثالث. واضح؟ فقال لك هنا هخلي كل الـ ALU انستراكشن مع مين؟ الريجستر فقط. طب الله، ما انت محتاج من الميموري. خلاص الميموري هعمل لها حاجه اسمها لود لما اكون عاوز حاجه من الميموري، او ستور لما اكون عاوز اودي حاجه فين؟ في الميموري. اتفهمت؟ يبقى بيتعامل مع الميموري ها بتو انستراكشنز بس. شوف هنا بيتعامل مع الميموري بكام طريقه؟ الاد مع الميموري، السبتراكت مع الميموري، مش عارف ايه، كل حاجه ممكن تستخدم الميموري كطرف. هنا قال لك لا، انا لن اتعامل مع الميموري غير في ايه؟ اللود وستور. ولذلك الاسم بتاع النظام الرابع ده اول ليه كذا اسم زي التاني، احد الاسماء لود ستور بس. لود ستور ما فيهوش موف بقى يا جماعه، خد بالك ما فيهوش موف. ليه؟ اصل الموف بتخلي ده هنا مثلا ده السورس او الديستنيشن وده السورس، ده الموف، وتقدر تبدلهم. هنا لا، لود يبقى معناها ده اللي انت هتلوده وده اللي تجيب منه. طب ستور يبقى برضه ده اللي انت هتوديه وده اللي هتحط فيه، فما بتغيرش الاتجاهات. خلاص؟ فده النظام الرابع اسمه ايه بقى؟ اسمه ريجستر اركتكشر. ريجستر ايه؟ اركتكشر. ليه سماها ريجستر اركتكشر؟ لان اطراف العمليه طالما انها مع ALU كلها مين؟ ريجستر. ادي اسم. وليه اسم تاني؟ 3 ادرس اركتكشر. 3 ادرسز ايه؟ اركتكشر. ليه يا عم؟ قال لك انا هخرج من الشكل ده. الشكل ده كان بيعمل ايه؟ ليه سميناه 2؟ علشان اول طرف ده ايه؟ سورس وديستنيشن. قال لا، هفكهم. هيبقى الاولاني ده الديستنيشن، واللي بعده السورس الاولاني، واللي بعده السورس الثاني. خلاص يبقى لازم احدد ثلاث اطراف، وغير مسموح في اي طرف فيهم يكون مين؟ ميموري. فهمت؟ والميموري لود والستور، يبقى ليه عارف ده السبب في الثلاث اسامي. لود وستور اركتكشر، ادي الاسم ينفع. او 3 ادريسز ريجستر، ها برضو ايه؟ ينفع. او ريجستر برضو ايه؟ ينفع. خلاص كده؟ ده النظام الرابع. وبسط بقى الانستراكشن بحيث اولا الكود بتاع الانستراكشن بسيط، بتبقى اولا الانستراكشن سايز فيكسد، بينما هنا الانستراكشن سايز فاريبل. ذكرنا الكلام ده يا جماعه، فاكرين لما نقول لما تيجي تتعامل مع الميموري ها عاوز ادرس قد كده وريجستر قد كده، فبالتالي بتبقى ممكن تبقى كبيره وممكن تبقى صغيره. فبالتالي هنا الانستراكشن فاريبل سايز، الانستراكشن اوف فاريبل ايه؟ سايز. هنا الانستراكشن اوف ايه؟ فيكسد سايز. ادي فرق. ايه كمان؟ الانستراكشن اكسكيوشن فيكسد 1 كلوك في الغالب طبعا للكل الا الميموري، الميموري طبعا تبقى اطول شويه. خلاص؟ الاكسكيوشن تايم بتاعها 1 كلوك في الغالب. خلاص؟ وسماه ريسك. وسماه ايه بقى؟ ريسك. يبقى النظام الرابع ده هو الريسك. ريسك يعني ريديوست انستراكشن سيت كمبيوتر. Reduced instruction set a computer. وبالتالي هو ده النظام الرابع اللي هو بتاع الريسك. طبعا
النظام الثالث ده مثال عليه 80-86 خلاص. والنظام الثاني ده اللي احنا هنعمل عليه الديزاين بتاع السيمبل سي بي يو اللي هي ان شاء الله هتبدا ابتداء من المحاضره اللي جايه ان شاء الله. فده النظام الثالث ده هو ده نقدر نقول انه شبيه بالارم اللي احنا قلنا برضو هنتكلم ايه عليه. يبقى كان احنا هنا ان شاء الله هنغطي الثلاث اركتكتشر دول في ايه في الكورس بتاعنا ان شاء الله اللي جاي خلاص. فاذا هنا دي عباره عن شكل الانستراكشن سيت اركتكتشرز المختلفه، وده زي ما قلنا اساميها اهو ستاك اركتكتشر اللي هو الاكيوميليتور الاولاني، ثم الاكيوميليتور اركتكتشر، ثم ريجستر ميموري اركتكتشر، ثم ريجستر او لود ستور، او زي ما قلنا 3 ده ممكن نسميه 2 ادريسز، وده نقدر نسميه ايه 3 ادريسز. لو بصيت بقى من ناحيه شكل الاكيوميليتور بيز بيبقى الانستراكشن زي ما قلنا زي ما كتبتها لك هنا الاول اد و ام بس بتبقى حاجه زي دي. ده شكل الفورمات، الفورمات تبقى حاجه بالشكل ده. اوب كود يعني يقول لك اد ولا سبتراكت ولا مش عارف ايه الاوبريشن ايه هي الاوب كود، ثم تحدد بقى السورس. طبعا السورس وممكن يكون هو نفسه ايه ديستنيشن، لا مش هيكون نفسه ايه ديستنيشن، لان الديستنيشن قلنا بيبقى مين اللي الديستنيشن الاكيوميليتور، ما الاكيوميليتور سورس اولاني وايه كمان وديستنيشن. فبالتالي عشان كده ما بذكروش، بذكر الطرف الثاني على طول بس، والطرف الثاني يصبح سورس. فده الشكل العام بتاعها، ودي الخواص بتاعت زي ما قلنا ايه النظام بتاع الاكيوميليتور اركتكتشر، ومثال عليه 6800 والكنترولر 8051 وهكذا. دي بعض الايه الاكثر الديس ادفانتج بتاعته انه الاكيوميليتور الاونلي تمبوراري ستورج، الميموري ترافيك هاي. الميموري ترافيك هاي بتبقى ايه نتيجه انك انت كل حاجه عاوز الميموري، كل حاجه عاوز الميموري، ما عندكش اطراف ثانيه، فبالتالي عشان كده بيبقى هاي. لكن الانستراكشن سايز صغير، ممكن يكون الانستراكشن يعني 1 وورد وخلاص فيكسد يعني مش متغير، وده اللي احنا هنعمله. وممكن تكون فاريبل يعني طبعا حسب الديزاينر بقى، الديزاينر اللي بيحدد. وده شكل العام بتاعها، بيبقى عدد الريجستر مفيش، ادي الاكيوميليتور بس، ودول بعض الحاجات الاساسيه اللي هي لازم تكون موجوده زي البروجرام كاونتر وزي الانستراكشن ريجستر اللي انت بتحط فيه الانستراكشن. وطبعا وده الاي ال يو، ثم بعد كده ده الكنترول يونت ودي الميموري. ده الاركتكشر بتاع الاكيوميليتور بيز. النظام الثاني اللي هو الريجستر ميموري اركتكشر بيبقى حاجه بالشكل ده. الانستراكشن عاوز اوب كود، وعاوزين ديستنيشن او سورس اولاني، ما احنا قلنا السورس الاولاني ده ايه؟ هو نفسه ديستنيشن، فبالتالي بيبقى كده عندي حاجتين بس، علشان كده سموها ريجستر ميموري او تو ادريسيز، ده السبب، فدي شكل الفورمات بتاعت الانستراكشن. لكن زي ما قلنا هنا بالشكل ده نتيجه انه ممكن واحد من دول يكون ميموري، اذا معنى كده ممكن تبقى لما تكون دايركت ادرس يبقى الانستراكشن ايه كبيره، لو مش ميموري يبقى الانستراكشن ايه صغيره. وبالتالي ما دام الانستراكشن مره كبيره ومره صغيره بتبقى اوف فاريبل سايز، الانستراكشن اوف فاريبل ايه سايز، ده اللي احنا قلنا عليه. وكمان بالشكل ده بقى الاكسكيوشن تايم بتاع الانستراكشن الواحده متغير، كمان متغير واضح، لانك انت لازم تجيب البارامترز بتاعتها. فبالتالي لو الوحده الميموري الوحده البايت اسف، لو الوحده في الميموري البايت، الادرس ده مثلا في حاله 16 عاوز 2 بايت صح ولا لا؟ يبقى هتروح تجيب البايت الاولاني ثم البايت الثاني ثم الاوب كود واضح. فبالتالي يعني هتاخد وقت ايه كبير على مدى ما تنفذ الايه الانستراكشن خلاص. طيب وزي ما قلنا ده له اسم ثاني تو ادريسز ميموري، وده الكلام بتاع الاركتكشر يوزد ليميتد نمبر اوف جنرال بيربوس ريجستر. طبعا هنا بيستخدم عدد من الريجسترز قليل شويه صحيح، ما هو زي الاكيوميليتور اكتر من الاكيوميليتور، لكن مهما كان العدد بيبقى ايه اقل، زي ما انت شفنا في 86 8 ريجستر، 8 ريجستر بس 16 او 8 ريجستر كام 8. فبالتالي 8 دول عددهم نسبيا مش كتير قوي، عددهم نسبيا مش ايه مش كتير. ده النظام اللي هو الثاني، ده شكله على مثال اللي هو 80-86، ده الشكل بتاع 80-86 نفسه اهو، في ادي مجموعه الريجستر اللي قلنا عليهم،
دول مجموعة الريجستر الخاصين بالأدرس مكون من وحدتين، واحدة بنسميها الاكسكيوشن يونت، واحدة تانية اسمها الميموري انترفيس يونت أو الباس انترفيس يونت اللي هي دي، اللي هي عن طريقها بيخلي الأدرس مكون من التو كومبوننتس زي ما قلنا الأوفست والإيه والسيجنال. طبعا ده نعم ده كله 80-86 أو 80-88 احنا قلنا الاثنين زي خلاص. ده مثال على الشكل بتاعه. ده طبعا 80-86 لأنه الفرق بين 80-86 وال 80-88 ان ال 80-88 الداتا بس الخارجي بتاعه 8، بينما ال 86 الداتا بس الخارجي بتاعه 16. ده خارجيا خلاص. طب داخليا، داخليا كل من ال 80-86 وال 80-88 عندهم حاجه اسمها الانستراكشن كيو اللي هو ده الانستراكشن كيو. يعني ايه الانستراكشن كيو؟ لاحظ هنا في عنده حاجه اسمها الاكسكيوشن يونت قلنا، ودي الميموري انترفيس يونت. طبعا لما بيكون بننفذ الانستراكشن واطرافها كلها جوه السي بي يو يبقى بيشغل الحته دي. لما تيجي تقول له اد اي اكس وبي اكس، الاي اكس فين؟ اهو هنا، والبي اكس فين؟ هنا. يبقى اذا الحته دي ما بتشتغلش صح. يعمل ايه بقى؟ يروح يجيب الانستراكشن اللي عليها الدور بعد كده يخزنها. يخزنها فين؟ هنا، لانه احنا قلنا الميموري بطيئه مش كده. فلما تكون انت فاضي، يعني الحته دي الفاضي ده المقصود ما بتعملش فيها حاجه، تروح تجيب الانستراكشن بدري وتحطها هنا اهو جنب السي بي يو. يوم السي بي يو لما يجي ينفذ الانستراكشن اللي بعد كده هيجيبها منين؟ من الكيو ده صح. وبالتالي الزمن بتاع التنفيذ يعتبر ايه؟ قليل. اتفهمت؟ فده بدايه ما يسمى بالبايب لايننج، بدايه ما يسمى بالبايب لايننج. ان شاء الله البايب لايننج ان شاء الله تتكلموا عنه في سنه ثالثه ان شاء الله. فبالتالي ده كانت الميزه في النظام بتاع 80-86. طبعا ال 80-86 بقى عدد الانستراكشن كيو ده مكون من 6 بايتس، 80-88 مكون من 4 بس. ده الفرق الوحيد، ده الفرق الوحيد. داخليا ال 80-88 زي ده بالظبط بس دول 4، 80-86 هو ده كله بس دول كام؟ 6. ده كده داخليا. طب خارجيا الداتا بس، الداتا بس، الداتا بس كام؟ 8 في ال 80-88 و16 فين؟ 86. ولذلك مين الابطا؟ 80-88 ولا 80-86؟ الابطا 88. ليه؟ لما يطلع حاجه 16 بت ما يقدرش يطلعها غير على ايه؟ مرتين. لازم يطلعها على مين؟ مرتين. بينما ال 80-86 يطلعها مره واحده بس. ده الفرق واضح. طيب يبقى ده كده مثال على على قصدي الميموري ريجستر ميموري اركيتكشر او اللي احنا سميناه السيسك. مثال على الايه؟ السيسك. الريجستر، ريجستر بقى او اللود ستور، ادي الشكل الفورمات بتاعته اهي واضح. وطبعا بالشكل ده لازم يحدد التلات حاجات، بيحدد مين السورس الاولاني الديستنيشن، ومين السورس الاولاني، ومين السورس الثاني لازم. طب افرض انا هم حاجه واحده بجمع ايه اكس مثلا مع ايه اكس واخزن في ايه اكس، اكتبهم ثلاثه هم حاجه واحده، اقول له ار نود وار نود وار نود، ينفع؟ واضح. اظن اذا كانت تنفع مع الاثنين يبقى من ثلاثه اسهل ولا لا؟ ثلاثه اسهل خلاص كده. فبالتالي ده شكل الفورمات. لاحظ بقى ان دي كده بالشكل ده رغم من انه عدد الحاجات اللي مكونه بقت كتيره اكتر من الثاني، لكن قلنا هنا الانستراكشن سايز فيكسد، بينما هناك قلنا ايه؟ فاريبل. طب ليه؟ طبعا لعده اسباب. اولا ده طلع بعد الايه؟ بعد السيسك صح؟ مش ده عملوه عشان يخلصوا من بعض المشاكل بتاعه السيسك صح ولا لا؟ فبالتالي طلع بعد منه. لما طلع بعد منه كان ساعتها الميموري بقت كانت الديفولت بتاعها 32 بت. الميموري بقت كام؟ 32 بت. فقدروا فعلا يخلوا الانستراكشن دي كلها 32 بت، وبالتالي عشان كده بقت ايه؟ فيكسد. بينما اللي قبل منه مره مع ال 8 بت، ومره مع 16، ومره مع 32، فمر عليه اجيال ايه؟ كتيره تطورت. لكن هنا ده السبب ان هو رغم من انه الكومبوننت بتاعته كتيره ها، لكنه ايه؟ اكمنه بدا مع ال 32 مع الجيل بتاع 32، فبقت فعلا الانستراكشن بقت ايه؟ فيكسد. وبما انها فيكسد يبقى هيجيبها في زمن ثابت.
وينفذها في نفس الزمن، وبالتالي عشان كده الاكسكيوشن تايم بتاعها ايه؟ 1 كلوك برضه. الاكسكيوشن تايم بتاعها بقى ايه؟ 1 كلوك. وطبعا الحاجه الثالثه ان هو ما بيستخدمش الميموري كبارامترز للاي ال يو، صح ولا لا؟ وبالتالي يبقى كل دول عباره عن ايه؟ ريجستر. وبالتالي الريجستر عددهم قليل، وبالتالي تقدر تجمعهم في ايه؟ في وورد واحده. اما الميموري عاوزه عنوان كبير، واضح؟ فبالتالي علشان كده مش هيقدر، ما بيديش، ما بتكبرش الميموري عن كده. ولذلك دي عيب كمان في النظام ده بقى، بيبقى كده. نظرا لان اي انستراكشن لازم يبقى ليها اوب كود، يبقى حتى لما تحب تقول له لود او ستور يبقى لازم تدي حته من العنوان مش كامله. صح ولا لا؟ مش كده؟ مش الورد دي ثابته بتقول؟ فلو قلت 32 بت هل كلهم يبقوا عنوان؟ ها؟ لا، احنا قلنا كل حاجه 32 دلوقتي في التمرين. الميموري 32 يا عم، انا بقول لك الميموري بدات معاه 32، يبقى لازم العنوان يكون كام؟ 32. خلاص؟ طب هنا يقدر يطلع عنوان 32؟ لا. فبالتالي دايما بيبقى فيه ليميتيشن على الميموري شويه، بيتحايل عليها بطرق اخرى. ما يقدرش يدي عنوان دايركت 32 بت، نظرا لانه بيبقى محجوز منه جزء لمين؟ للاوب كود اللي بيقول لك ايه هي الاوبريشن، والباقي لو كانت لود او ستور ها هيبقى هو ده العنوان. وبالتالي عشان كده ما يقدرش يوصل دايركت لكل مكان في الميموري، ده عيب النظام ده، بينما النظام الثاني يقدر. واضح الكلام ده يا جماعه؟ فده النظام بتاع اللي هو ريجستر ريجستر، او اسمه لود وستور، او اسمه ايه بقى؟ او اسمه الايه؟ الريسك. الريسك بروسيسورز او الريسك كمبيوتر. طيب ده هو الكلام بتاعه. مثال عليه بيقول لي most of the risk are classified under this architecture، كلهم تقريبا او معظمهم ده. ومنهم مش عاوزين نقول الارم قوي، لان الارم الاولد فيرجن بس هي اللي كده، لكن الفيرجن اللي بعد كده لا. وهتلاحظوا يا جماعه بعد كده، يعني لو كان زي ما قلنا البروسيسور كانت بدات انها كانت ما يسمى بالسيسك، وان كان مش مقصود الاسم، صح؟ بعد كده استبدلوا السيسك بمين؟ بريسك. طب يعني معنى كده اختفى السيسك وفضل الريسك؟ لا. ليه؟ لانه حبوا يطوروا، فلقوا بتوع الريسك عاوزين يروحوا للسيسك، والسيسك يروح للريسك، فبدا يعمل حاجات عباره عن المحتويين مع بعض. واضح؟ فبالتالي ده السيستم، عشان كده ما فيش حاجه اسمها دلوقتي لا ريسك ولا سيسك. واضح؟ بس ده تطور لازم تبقى عارفه. وهتتلاقي الاركتكشر الواحد فيه الاثنين، الاركتكشر الواحد فيه الايه؟ الاثنين. ولسبب، سبب الوجود الاثنين ده يا جماعه هو ما يسمى بالبايب لايننج. ما يسمى بالبايب لايننج لانه انت عشان تخلي البروسيسور سريع، ها، زي ما قلنا حولناه من ايه؟ من سيسك لريسك. كويس. بعد كده عاوز تخليه اسرع من كده، اضطريت تعمل حاجه اسمها بايب لايننج. بعد البايب لايننج اضطريت تعمل حاجه اسمها سوبر سكيلر، او سوبر بايب لايننج الاول، وبعدها سوبر سكيلر، وبعد السوبر سكيلر ما قدرش يحسن اكتر من كده، عمل ما يسمى بالمالتي كور اللي انتم شايفينه وهو شغال دلوقتي. واضح؟ فبتلاقي المالتي كور يعني كذا بروسيسور، كل واحد فيه الحاجات اللي احنا قلناها كلها، كل واحد من الكورز ده ايه؟ في كل الكلام اللي احنا قلناه، يعني في حته ريسك وحته سيسك وحته سوبر بايب لايننج وحته سوبر سكيلر وهكذا، هتلاقي كل الكلام ده موجود في الكورز كلها، عشان كده الدنيا فيري كومبلكس يعني، معلش. طبعا احنا هنا بنقول هيستوري، فبالتالي يعني ما تزعلوش يعني. طيب هنا بقى الفروقات ما بين السيسك والريسك. البروبرتيز اوف سيسك بيقول لي ان السيسك هاز سمول نمبر اوف جي بي ار، جي بي ار اللي هي جنرال بيربوس ريجستر. طبعا زي ما قلنا السيسك عدد الريجستر قليل، زي ما قلنا 8 بت. واضح؟ لو خلاص انسى الاكيوميتور بقى، ما حدش بيشتغل بالاكيوميتور. وطبعا هنا بس العدد قليل، قليل طبعا اكتر من الريسك، اقل من الريسك، اسف، اقل من الريسك. خلاص. ايه كمان؟ الانستراكشن كان اوبريت دايركتلي اون ميموري. تقدر تجمع الميموري. واضح؟ تنكريمنت الميموري، ممكن الميموري تبقى طرف في اي اوبريشن. ايه ثالث؟
في يور لاينز اوف ماشين كود بالشكل ده منك بتجمع الميموري. شفتوا كده الانستراكشن ده يا جماعه؟ دي انستراكشن ولا اتنين؟ دي اصلا واحده صح ولا لا؟ بينما دي بتنفذها معناها كم انستراكشن؟ يبقى اذا ده شكل مختصر لكل دول. يبقى البرنامج لما تكتبه بالشكل ده يبقى ماله؟ كومباكت، يبقى مختصر، وبالتالي ياخد سايز صغير في الايه؟ في الميموري. مفهومه؟ ده المقصود بالحته دي. السيسك بروسيسور هنا اللي هي دي فيو لاينز اوف ماشين كود بير اوبريشن ديو تو كومبلكس اوف انستراكشن. الانستراكشن نفسها كومبلكس، وبالتالي لما بتكتب انستراكشن واحده الاصل انها كذا ايه؟ كذا انستراكشن. ايه كمان؟ السيسك بروسيسور هاردوير كومبلكس، وبالتالي علشان كده يا جماعه ده بتلاقيه بيستهلك باور وبيبقى الكوست بتاعته عالي وهكذا. ده عيب الايه؟ النظام بتاع السيسك. السايز بتاع الانكودد انستراكشن فاريبل، الانستراكشن نفسها اوف فاريبل سايز. ايه كمان؟ مايكرو بروجرامينج تكنيك، ده اللي احنا هنستخدمه نظام لعمل الديزاين بتاع البروسيسور. البروسيسور بيتنفذ عن طريق طريقه اسمها المايكرو بروجرامينج تكنيكس، بتحول كل انستراكشن الى مجموعه من ريجستر ترانسفير زي ما شفنا. ادي انستراكشن اهي، قلنا مش دي هي دي صح ولا لا؟ دي بقى بتتخزن في ميموري، واضح؟ بيسموها الفيرموير، بيسموها الايه؟ الفيرموير. وبتصبح بالشكل ده كل انستراكشن عباره عن مجموعه من ريجستر ترانسفير، دي بيسموها مايكرو بروجرامينج. مايكرو ايه؟ بروجرام. ده المقصود بالمايكرو بروجرامينج، انك انت تحول الانستراكشن بتاعتك الى مجموعه من الريجستر ترانسفير، ويتم تخزين الريجستر ترانسفير دي في روم، وهي دي اللي اسمها المايكرو ايه؟ بروجرامينج. خلاص؟ نعم. هو دي النظام ده. انت مش عندك سوفت وير؟ عباره عن ايه؟ البرامج نفسها اللي انت بتكتبها. الفيرم وير البرامج اللي الديزاينر بيعملها، اللي هي بتبقى مجموعه من الريجستر ترانسفير دي وتتخزن. ما انت شفت عملنا حاجات زي كده، انت شفت لما جينا نعمل ترانسفير من ريجستر لريجستر حولناه لمجموعه من السيجنال ولا لا؟ السيجنال دي لما تخزنها بترتيب معين خلاص بقت هي دي اللانجوج بتاعتك، هو ده الفيرم وير. طيب يبقى ده المايكرو بروجرامينج تكنيك. بعد كده الادفانتج بتاعت السيسك زي ما قلنا وين ديزايننج نيو بروسيسور، الكومباتيبلتي. من ضمن مزايا السيسك الكومباتيبلتي، لان البروسيسور بيبقى معقد، فبالتالي لما تاخد القديم وتحطه مع الجديد يتعقد اكتر صحيح، لكن بالشكل ده تقدر تشغل ايه؟ القديم والايه؟ والجديد. ما تقدرش تعمل الكلام ده في الريسك، واضح؟ فدي اول ميزه. الميزه الثانيه فيور انستراكشن ار نيدد تو امبلمنت تاسك معين، نظرا لان الانستراكشن مالها؟ الانستراكشن مالها؟ كومبلكس. يعني الانستراكشن ممكن تتفك المجموعه من الايه؟ من الانستراكشن. وبالتالي عشان كده لما تكتب برنامج للسيسك يبقى عدد الانستراكشن فيه ماله؟ قليل. هو ده المقصود بالجمله دي. سمبلستي اوف كومبايلر ديزاين، هنا بقى انتوا عارفين ان الهاي ليفل لانجوج بتترجم الى ايه؟ اسمبلي او ماشين عشان تتنفذ، وبالتالي الكومبايلر هو اللي بيعمل الكلام ده. بما ان الانستراكشن هنا نفسها كومبلكس يبقى الكومبايلر بسيط، يبقى الكومبايلر ايه؟ بسيط، لان الكومبلكستي بتعتمد على الهاردوير، واضح؟ لانك انت هتحول، خد بالك الانستراكشن ايه؟ الاسمبلي كومبلكس صح ولا لا؟ يعني معنى كومبلكس يعني قريبه من الهاي ليفل لانجوج، ده معنى الكومبلكس، واضح؟ مش قلنا ان دي بتتفك دول؟ بما ان دي بتتفك دول يبقى دي قريبه من الهاي ليفل لانجوج، دي قريبه من الهاي ليفل لانجوج، وبالتالي يبقى اللي هيترجمها من هاي ليفل لانجوج لدي تبقى دي ترجمه بسيطه، وده معنى ان الكومبايلر نفسه يبقى ايه؟ بسيط. الديزاين بتاع الكومبايلر بسيط. دي كده مزايا السيسك. السيسك الديس ادفانتج بتاعته بقى، لا الانكمبريشن اوف اولدر انستراكشن سيت انتو نيور جينيريشن بروسيسور بتزود الكومبلكسيتي. طبعا بما انك بتحاول تحافظ على الكومباتيبلتي بتاعت الجديد مع القديم، يبقى معناها بتجيب الجديد وتبنيه جوه، بتجيب القديم وتبنيه جوه الايه؟ الجديد. ده معناه السيستم ماله؟ بقى فيري كومبلكس صح؟ والباور بتاعته تبقى ايه؟ عاليه، واضح؟ وده مشكله الايه؟ السيسك. وطبعا الكوست كمان. لونج انستراكشن اكسكيوشن تايم،
التايم بتاع الاكسكيوشن كبير زي ما قلنا. نعم. ما وقف. طيب خلاص. الحاجه الثانيه لونج انستراكشن اكسكيوشن تايم هاير باور كونسامبشن وكوست ميموري بوتل نيك از ميجر بروبلم. الميموري طبعا نتيجه ان الريجستر صغيره فكل حاجه بتجيبها منين؟ من الميموري، يبقى بتروح للميموري كتير. لو الريجسترز كترت تروح للميموري ايه؟ اقل. فده البوتل نيك، ده عيوب السيسك. الريسك بقى هتلاقي كل عيوب اللي هناك تبقى مزايا. الريسك هاف ريجستر فايل لارجر، عدد الريجستر في الريجستر فايل المستخدم في الريسك اكتر. اقل حاجه بيبقى 16، اقل حاجه بيبقى ايه؟ 16. بينما هناك قلنا كام؟ كان 8 80 86 كان 8، هنا لا 16 او 32 او اكتر. بدأ الحاجه الثانيه انستراكشن كان اكسكيوت ان 1 ماشين سايكل. معظم الانستراكشن بتتنفذ وزن ايه؟ 1 كلوك. واضح دي الميزه. انستراكشن كان نوت اوبريت دايركت على الميموري، ده ما بتشتغلش على الميموري، تبقى بسيطه. الحاجه الرابعه السايز اوف انكودد انستراكشن فيكسد. الانستراكشن 32 بت او 64 بت بس، طبعا مش مره كده ومره كده لا. خلاص. ايه كمان؟ الكومبلكس اوبريشن ار اكسكيوتد از سيكونس اوف سمبل. انت هتقول لي ما عنديش كومبلكس انستراكشن، لان الانستراكشن كلها بسيطه صح؟ مش معنى ان الانستراكشن بسيطه يعني ما يقدرش يعمل كومبلكس انستراكشن. هو صحيح ما يقدرش يعمل كومبلكس انستراكشن في خطوه ايه؟ واحده، لكن يقدر يعملها في ايه؟ في كذا خطوه. فده السبب اللي عليه. وطبعا بالشكل ده بيبقى ايه؟ اسرع من السيسك. طيب نشوف بقى الادفانتج بتاعته. الريسك بروسيسور يوز ليس نمبر اوف ترانزستور. طبعا كومبلكس ده الثاني كان كومبلكس، ده سمبل عنده. ما دام سمبل عنده يبقى الهاردوير بتاعك هيبقى ايه؟ اصغر، اصغر من ده. الريسك بروسيسور هاردوير از سيميلر اند ايزي تو ديزاين due to simplicity of instruction. instruction simple يبقى هتقدر تعمل ايه؟ الدنيا بشكل ابسط. اخر حاجه الهاي برفورمانس compared with السيسك. طبعا هاي برفورمانس زي ما قلنا نظرا لانك انت ايه؟ صحيح عدد الانستراكشن للبرنامج الواحد هتبقى اكتر من الثاني، لكن اكمن الاكسكيوشن تايم هي بتاع الانستراكشن ثابت وان كلوك، فبالتالي بيبقى اسرع من الايه؟ من السيسك. نعم. الريجستر اللي فين؟ مالها؟ لا بتتعامل باللود والستور بس. باللود والستور. واضح؟ ما احنا قلنا ما هو لازم الاطراف بتاعت العمليه موجوده اصلا فين يا جماعه؟ لا موجوده في الميموري اصلا. اي حاجه عاوزها هتجيبها من الميموري صح؟ طب ما دام هتجيبها في الميموري لازم تروح للميموري. فانا بروح للميموري فقط عشان اجيب حاجه او اخزن حاجه. مش بروح للميموري عشان اخد الحاجه دي اجمعها مع حاجه ثانيه دايركت. بالظبط. بتاخدها تحطها في ريجستر، هو ده اللود. واضح؟ وبعد كده تعمل عليها الاوبريشن وبعد كده ايه تخزنها. يعني اكنك حولت ده ايه؟ اللي دي في السيسك للخطوات دي اللي هي تناسب الايه؟ الريسك. واضح؟ بس ده الفرق. طيب هاير بيرفورمانس كومبيرد بالريسك. الديس ادفانتج بتاعته بقى البرنامج هيبقى اكبر. صح ولا لا؟ مش كده؟ اهو ادي انستراكشن في الريسك اهي. مش دي انستراكشن في السيسك؟ دي انستراكشن في السيسك. دي لما بيجي بينفذها السيسك بينفذها كده ولا لا؟ صح؟ طب في الريسك هتنفذها انت ازاي؟ كده. لازم هتبقى بالشكل الثلاثه دول صح؟ يبقى اذا دي كده عباره عن انستراكشن واحده اتحولت لكام انستراكشن؟ ثلاثه. يبقى اذا الكود هيبقى هنا اكبر من الايه؟ من الكود هناك. خلاص كده؟ كومبلكس كومبايلر ديزاين. خد بالك بقى، بما ان هناك الانستراكشن نفسها كانت كومبلكس، معنى انها كومبلكس يعني قريبه من مين؟ من الهاي ليفل. هنا لا، الانستراكشن ما بقتش كومبلكس، بقت ابعد بقى من مين؟ من الهاي ليفل. يبقى هتعمل كومبايلر مور كومبلكس، تعمل كومبايلر مور ايه؟ كومبلكس. يبقى هنا وده فعلا خدوا بالكم هتلاقوا ان الريسك
بيعتمد على الكومبايلر بتاعه على السوفت وير، والتاني بيعتمد على الايه الهارد وير. ده الكلام ده في الكومبلكس يعني سيستم اكتر. طيب اكزامبل من الريسك باور بي سي، الميبس، الارم، والابل، وكل المجموعه دي من طبعا تعمل انستراكشن كومبل. اما تيجي تلاقي عاوز تترجم من 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 لانجوج عاليه للانجوج بسيطه، ها، يبقى الراجل اللي هيترجم ده ماله لازم يبقى مخه كبير شويه، مفهوم؟ طيب اخر حاجه خلاص هي دي.